الله يفداه بقى. سوري مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين شفتي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة، ودائما في قضية المدعو سيمو بورقادي والمدعو مصطفى أبو نجاح الملقب بالدعدوع. بعد الحكم على اليوتيوبر سيمو بورقادي بسنة حبسا نافذا وحمزة المالكي بشهر ومصطفى أبو نجاح الملقب بالدعدوع بشهر نافذ، أول خروج إعلامي لمصطفى أبو نجاح الملقب بالدعدوع يخرج عن صمته، وغادي يقول لنا شنو الأسباب علاش هو هنا يعني قدامنا وماشي مع المتهمين وماشي مع المعتقلين عفوا، وغادي يشرح لنا شنو هو كان السبب باش أنه هو هنا قدامنا حر طليق باش الناس اللي كيسولوا هذا السؤال هذا يعرفوا الإجابة ديالو. نعد مصطفى أبو نجاح الملقب بالدعدوع. تفضل. أولا السلام عليكم، وكنشكر كاع المغاربة اللي ضامنوا معنا واللي كيعيطوا عليا من داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم بزاف للدعم تاعكم. وفي القضية تاعي أنا، اللي الناس اللي كيقولوا باللي أنا في حالة الاعتقال وانا مجدود ورا شهر نافذ، انا بصح دوست شهر معهم في المحكمة، غادي جاي غادي جاي. القانون راه عنده المسطرة تاعو وكيعرف شنو كيدير، ماشي احنا غادي نهضروا على الحكم وغادي نبداو باركين نبغيو نديروا فواعلين ونقولوا لا داك خاصو علاش ما يكونش حتى هو مجدود، علاش واحد مجدود وعلاش واحد كاع ما مجدود. هادشي كامل الخوت خاصنا ناخذو بعين الاعتبار، ماشي اي واحد بغى يقول شي حاجه نتيقوه. وحشومه المنابر الاعلاميه اللي تاع الجدريان اللي كيبقاو يطبلوا كيبقاو باركين يعيروا فيا ويدو باركين يقولوا باللي سروا خاصو يتشد. هادشي حشومه، راه انا عندي مي وعندي بو وعندي شحال من حاجه، علاش زعما انا بغيت نعرف علاش انا اللي مظالميني وباكين تعيروا فيا وتوصلوا. انا دابا قرايتي على برا ما بقيتش غادي نمشي القرا، علاش وليت لا قرايه لا خدمه لا والو حتى حاجه، علاش بقيت تابع هذا الموضوع تاع بورقادي؟ عيب وعار قويله. انتم الخوت هاي المكانه مشات ليا بسبب من؟ بسبب الاخ تاع بورقادي والكاميرا تاع المحكمه شاده باللي جا وجرني من هنا قال لي هما داروه ليك عائله المالكي يلا اش صورتي. عيب وعار الخوت، راعي وشويه راعي واللي حنا عندنا والدينا، راعي وحنا راه ما نبغيو الحبس لتو واحد. ولو انه دار هذاك الشيء كامل راه كنعاود نقول لك كنقول باللي هذاك السيد راه هو خوكاك، راه الله يحسن العوان، راه تا هو باغي يتشهر وشحال من حاجه، ولكن باش يحك على الشرفه هادشي اللي ما نبغيش الخوت. ونخلي الكلمه لخويا مهدي مصطفى الملقب بالدعدوع، كذلك المتهم الثالث الملقب بالدعدوع بشهر حبسا نافذا وغرامه ماليه قدرها 2000 درهم. هذا هو الحكم ديالك بعد ما كان متابع في وقت سابق في حاله صلاح بجنحه المشاركه في بث ونشر ادعاءات كاذبه. انا ما ادعيت اخويا بتا شي حاجه، هذه التهمه اللي حاطك بورقادي. ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، ما كاين والو من التخربيق. الفيديو انا اللي كنعاود نقول انا اللي صورت الفيديو ولحتو، لا من لحتو البورقادي، وهاد الدليل اخويا باللي لحتو البورقادي.
هادشي ما تقولش لي الا ما خاصوش يبان تما، لا راه مرفوض هادشي، راه هادشي اخويا راه خاص كلشي بنادم يعرف. ماشي حاجه نتوما تبغيو توريو لشي واحد شي حاجه توليو، وشي واحد تبغيو تغرقوه تغرقوه. ها انت اخويا هالفيديوهات المليحهم، وكنت حمل مسؤوليه هادشي، شي هادشي اللي غنوري ليك كنت حمل مسؤوليته. علاش؟ حيت هادشي اخويا راه كسر 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 بزاف. ها انت اخويا، ها انت شوف شوف مزيان شناهي هادي. صيفط ليا الفيديوهات. ها انت اخويا الفيديوهات اللي صيفطت لي، ها انت، ها انت، ها هو، ها انت، هاهما الفيديوهات اللي صيفطت لي. ها هو كيضرب في هذاك خونا، واش كيبانو تم؟ هاهما، هاهو كيضرب في هذاك خونا. لمن لحت هادشي؟ لحتو البورقة هادي. ها هو ما لحتيش ليا فاش طيحتو وهزيتو. ها انت ها الصوت، تسنى. ها هو صوته، باش كاع ما تقولوا باللي لا راه هادشي كذوب. انا راه ما كنتش في الاول داخل في هاد القضيه، وما عندي حتى علاقه في هاد القضيه، وانا ما باغي لا لبس لا والو. الحمد لله الفيديوهات راه كيضربوا عندي المليون. ما نتسناش واحد اللي كيضربوا عنده 100 كا يبدا بالك يقول باللي غنتسنى نطلع عليه على ظهره. الا بغيت نطلع على ظهر ولا شي حاجه، نطلع على شي واحد اللي كيشرف المغرب بحال المالكي، بحال هذاك الدري اللي دار مؤخرا سميتو، اللي دار لونطريما وداك الشيء سميتو 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 هذاك اللي دار مؤخرا هذاك الشيء تاع لونطريما بن طالب ولا ما عرفت. المهم بحال هذاك الشيء، هذوك هما اللي نتشرف بهم. اما واحد ما كيدير حتى شي حاجه وراه سمعتي قويله، شنو كان كيتقال؟ اش غادي يخليني انني ندخل ودابا راك نهضر عليه وما يشرفنيش؟ راه فيما كان لوح شي فيديو كنهضر على بورقادي ما كيضرب ليا حتى 10 كا، كان لوح في برانك ولا كان لوح شي حاجه راه كضرب ليا مليون جوج مليون، وخاص يعرف باللي انايا وراه عندك الوثائق وعندك كلشي باللي انا راه مريت بواحد الازمه نفسانيه. هادشي راه صافي اخويا، راه طلع ليا في الراس، راه والدي راه شادي الفراش. حتى انا مشيت نجيب والدي نمشي نقول لهم يلا نجرجرهم في المحاكم باش انهم يرفعوا الدعاوي باللي كان كيجي عندنا وكاميرات تاع الدرب شادينو، باللي كان كيتصور معايا وناصب عليا وشحال من حاجه. ما بغيناش هادشي، هادشي ما عندي ما ندير به، عيب وعار. راه حشومه هادشي، لما جيت ربي لما جيت العبد. وكيفاش انا كيقولوا راه معتقل في هذوك المنابر الاعلاميه باللي انا معتقل خاصو الحبس خاصو 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 خاصو. امي فاش شافت هذاك الشيء راه شدات الفراش، ونوريك امي راه شاد الفراش دابا، واش كتقول لي انا مبريه منك على هذا الشيء؟ انا حبسا نافيا وغرامه ماليه 5000 درهم بعد متابعته في حاله اعتقال من قبل وكيل الملك للنشر والبث في ادعاءات كاذبه والقذف والتشهير واخلال العلني بالحياء العام فيما ادين شقيق اليوتيوبر الياس المالكي، يعني حتى هو يعني بشهر. لذلك غنسولو كدعدو واحد الكلمه اللي سمعناها قبيله في الجلسه اللي حاولنا انني ركزنا عليها مزيان ودرنا عليها سطرنا عليها بالاحمر سطرنا عليها لذلك مصطفى ابو نجاح قبيله واحد الكلمه اللي غنسطروا عليها بالاحمر ونركزوا عليها مزيان، هو انه قال انه في السجن عنده ضغوطات، وانه ملي كيبغي يمشي كيمشي بالحارس وكيجيب الحارس كيمشي حسان، يعني كيقول انه هادشي كامل داروه باش يديروا لي عائله الياس المالكي التنازل. واش هادشي اللي كيقول في نظرك انك تدوسي معاه واحد المده في الجيور، دوزتي معاه واحد المده يعني اللي عرفتي فيه مزيان شنو الظروف اللي كيعيشها الداخل، واش هادشي اللي كيقول والضغوطات اللي عليه واش بصح حتى في التصريح ديال الاخ ديالو يقول انا خويا عنده ضغوطات وانا خويا وكذا 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 وكذا، شنو الراي ديالك على هاد الكلام هذا اللي كيقول؟ غادي نسولك واحد السؤال، واش البلاد غابة؟ واش غابة؟ لا. ها؟ في الحبس جوج كيكونوا مضاربين مع بعضياتهم كيدخلوا تما كيعاودوا يتضاربوا؟ لا. ها؟ لا. وهي على هاد القبالة جي نعيط لصاحبتي تاهي راه مشدودة، ياك نقول لها الو كيدايرة بخير اش كتعاودي بخير هادي هادي؟ هادشي ما كاينش صح. وإما نعيطوا عاوتاني لهذوك اللي مشدودين سبيتو ديك الطبقة نعيطوا لهم نقول لهم الو كيدايرين بخير كدا. فين هادشي يا صاحبي؟ راه هادشي هو بارك يقول باللي عائلة مالكي الضغوطات، وتا اقسم بالله العظيم صاحبي راه ما مجبودينش كاع شتي بعدا الياس مالكي ما مجبودش كاع تما، ما مجبودش اصاحبي ما مجبودش،
هو اللي كاع كانوا الدراري كانوا جايين باغيين كيطبقوا طالعين عليها بالهضره، كيبقاو يهضروا عليه، كيبقاو يقولوا لها ما الرجل ما والو هادشي اللي درتي هادي هادي. اما حمزه حشومه داك الدري مسكين، شوف حتى شي كيدير حشومه، كاع خدام ومرزق والبوناني هذا وما عرفت كيترزق الله ولا ما عرفت شنو يدير ليه بحال هاد الحال، وبالكي يشوه فيه. دابا داك تبان لك مراه داك الدري يدير منه ثلاثه في الطول، مراه هذاك عيب صاحبي. هادشي انا شوف صراحة اخويا بان لي داك السيد ما عرفتش نيه المغاربه خرجت فيه، فهمتي؟ وحك على الشرفه هاي النتيجه، فهمتي؟ بالنسبه ان الاقوال ديال المحاميه ديالو انها كتقول ولا في الجلسه وكتدعي انها كتقول علاش مصطفى ابو نجاح انه في حاله صراحة علاش مصطفى ابو نجاح خرجت لي كفاله وما خلصهاش وكذا وكذا وكذا. كتقول لك الكفاله، انا ما عنديش فلوس كفاله باش نخلصها، والقانون ما غاديش يظلم شي واحد الا الا كان مظلوم. وهذه غير هضره خاويه، هذيك المحاميه اللي خليتها الله، الله ياخذ فيها الحق. اللي بقى كتقول بلي انا شاد فلوس من عند الناس وخايد هادي وخايد هادي، الله ياخذ فيها الحق. واش هي كتعلم بالغيبه ديك المحاميه اللي كتقول لك باللي ميساجات بيناتنا انا وحمزه المالكي، بيناتنا انا وياها ميساجات، كتعلم بالغيبه ديك السيده؟ قولي واش كتعلم بالغيب؟ اللي كانت كتعلم بالغيبه ديك السيده الله اعلم، اذا كانت هذيك السيده سحاره ولا ما عرفت شناوه الله اعلم. عيب 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 اصاحبي، هادشي عيب. انا جاتني هذيك غير واحد المسرحيه، اسمح لي، جاتني غير مسرحيه وصافي، هادشي اللي جاتنا وحنايا طالعين الخشابه وصافي، فهمت؟ مصطفى وقعوا لك، اسمح لي يا خويا، اسمح لي. مصطفى وقعوا لك ازمات، تاثرتي نفسانيا حتى من الدراسه ديالك، انك دابا انقطعتي لها بسبب هذا المشكل هذا، الام ديالك يعني مرضات هي نفسانيا، انها دمرات عليك، خدمات عليك، عطات كل من جات ديالها باش انها يعني تقريك وتشوفك يعني واصل لواحد المرتبه كبيره، ولكن بسبب هذا المشكل هذا احلامها وطموحات ديالها فك انها يعني مرضوخ. ملي كتشوف الام ديالك دابا في هذيك الحاله، واش ما كتقولش لو كان انا ندمت تعرفت الاسامي اللي كتعرف ديالها؟ اسمح لي قبل، انت شوف نوامر كيعيطوا عليا ما كنعرفهمش، كيعيروني كيهدوني، ما مره ما جوج ما ثلاثه، هما باقيين كيعيطوا لدابا، يا وعدا غنرجعوا لوالدي. مو يا خويا، انسانه على قد الحال، وهادشي اللي درت انايا قالت لي ما كيدارش، وندمت على النهار اللي جاب ورقه دي عندك للدار ورحبت بيه وكال طعامنا وشوف اش دار. وانا شيت شي كامل، انا نمشي ندي امي، نديتها ترفع دعوه، وعدي كاميرا تبارك هو يهضر مع امي اوديوات وكيهضر شحال من حاجه نجيبها، وتا انا نمشي ندلي بهم وندير حاجه اخرى، نمشي نجيب هذاك السيد المعني في الامر غلطه اللي شدو فرشخو، تا هو نجيبو ونبغي نكبر المسرحيه، ويقول لهم لا انا اللي قلت لهذاك الدري يصور. ونزيدك واحد المعلومه، الناس اللي باقي هي داك السيد اللي باقي كيقولوه، باقي كيقول شحال من واحد باللي داك الفيديو اللي تلاح اللي تسرب اللي لاحو بورقادي، انا عطيك تسنت واحد الاوديو ضروري اخويا. لا لا المعيار صاحبي والدي انا وكاين كلشي، واش تسنت اخو، تسنى هاو سمع صيفطوا لي اخويا البرقادي، كان صيفطوا لي، كان صيفطوا لي البرقادي شحال اللي صيفطوا لي في الواتساب، قال لي هاكي كنت صحيح، فهمتيني؟ شوفوا كيضحك، تبارك الله راه صحيح تبارك الله، قال لي راه بغيت نعمل كومبا، هادشي اللي كان سمعتي شنو هو؟ ها